تفضل. انا اقول على اي اساس وظفت الموظفين وانتم متفقين يعني قبل النقل ارصد انت يعني وظفهم الشيخ؟ بقول لك حاجه، هل هي عنصريه؟ هل هي تحزبات؟ لا والله هذه عنصريه. هذه كانت ايام المحزمه مليان، طال عمرك انهم يوظفون اقل ارصد. الحين انسحب عليهم لحظه، صار الحزام المليان طال عمرك. بقول لك حاجه، بجاوب صحيح ولا مو صحيح؟ طيب بجاوبك، تسمح لي اجاوب للاخير؟ تفضل طال عمرك. انا وظفته وشيء، الان الرتم عالي، كل الارصده صارت عاليه، هذا اولا. ثاني شيء، وظفتهم لانه منخصم عليهم من ابو كاتن. منو ينخصم عليه؟ غازي، ايه، عبد القادر، ابن جخير، وظف ابن جخير الرئيس طبعا. طيب وظف ابو حور، يقول لان ابو حور فتره رئاسته وظفني. طيب وظف ابن عمره. وظف ابن عمره، اعلمك ليش ما وظفته. ابن عمره يمون على رقبه، لكن ابن عمره طالع من البرايم مع 2500 صح، مرشح للشيخة وراح ياخذها، ما في اعلى من رصيده، وامس فاز في المطبخ راح ياخذ الشيخة. علي اول مرة يطلع لبيتهم، اول مرة يروح لامه دافع 500، تعرفون الان. والان ضرب الدار الشخصي، لذلك قلنا نعوضه 150 بس. يا مقرن، لا والله. طيب واللي ما شافه له؟ شكرا يا ابو حصه على السؤال الجميل. عندي نقطه، المشكله يعني ويسال سؤال يعني. انا طلعت هليبه، هنا مخصوم عليه. طيب عبد الله جليغه، والله اني طلعت يا شيخ عبد الله جليغه مخصوم عليه. يوم جون سيمر عليه اول واحد، والله انه يوم. يلا أبتفاهم معك شوي. يلا تفضل تفضل.